ونقول لهذا الإرهابي الدخيل ستفشل بعون الله ولك في الزرقاوي عبرة وسيكون مصيرك مثل مصيره وسنلقي القبض عليك أينما تكون بهمة العراقيين. الشريط الذي سوف ترونه الآن أخذ قبل بضعة أيام، يظهر فيه أبو أيوب المصري وهو يفخخ سيارة ويعلم مجموعة من المجرمين طريقة التفخيخ لقتل العراقيين. وقد أخذ هذا الفيلم في منطقة اليوسفية. رسالتي إلى العراقيين في رمضان أنه إن شاء الله وفي غضون مدة قصيرة جدا سوف نأتي لكم بخبر أبو أيوب المصري. أما جثة هامدة أو مقيد اليدين لنسوقه إلى العدالة العراقية. عاصمة دون رادع بالإضافة إلى سيارات مضللة، هذا أولا. ثانيا هناك تهديدات تصدر من بعض أعضاء